طبعا ادي الهيد، دي الفوفيا اللي بتمسك فيها الليجمنت اوف ذا هيد اوف ذا فيمر. ادي النك، احنا طبعا على البوستيرو سيرفيس، احنا قلنا النك الميديال هاف انترا كابسولا، لان الكابسول اوف ذا هيب جوينت بيمسك في الميدل اوف ذا بوستيرو سيرفيس اوف ذا نك اوف ذا فيمر. نيجي بعد كده، ده الجريتر تروكانتر وده ليسر تروكانتر. الليسر تروكانتر بتمسك فيها الاليوسوس او الالياكس والسوس ميجور ماسل. الجريتر تروكانتر على الابر بوردر هنا في البيريفورمز. طبعا المفروض في جزء هنا من اللاترال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر تمسك فيها الجلوتياس ميدياس ماسل، لكن خلينا نعرف ان الابر بوردر هنا في البيريفورمز. نيجي بعد كده، هنا ده الانتر تروكانتر كريست اللي بيوصل ما بين الجريتر تروكانتر والليسر تروكانتر. ابص على اللي الاقي عليه هنا الحته العاليه دي اللي اسمها كوادريت تيوبركل، اللي بتمسك فيها ماسل اسمها كوادريتاس فيموريس ايه ماسل. يبقى كوادريت تيوبركل فيها كوادريتاس فيموريس ماسل، يبقى اليوسوس وهنا كوادريتاس فيموريس، وفوق هنا في ماسل اسمها البيريفورمز ايه ماسل. اما نيجي برضو تبع الابر اند، ده الانتيرور سيرفيس بتاع الابر اند وادي البوستيرور سيرفيس. الرسمه دي جميله بتوضح ان ادي الانتر تروكانتريك لاين، ادي الجريتر تروكانتر وادي الليسر تروكانتر وادي الانتر تروكانتريك ايه لاين. الكبسول ماسك في الانتر تروكانتريك لاين على الانتيرور سيرفيس. اما في البوستيرور سيرفيس لا، الانتر تروكانتريك كريست اهو، الكبسول بتاع الهيب جوينت ماسك في الميدل اوف ذا بوستيرور سيرفيس اوف ذا نيك اوف ذا فيمر، ماسك في الميدل اوف ذا بوستيرور سيرفيس اوف ذا نيك اوف ذا ايه فيمر. لما نيجي كده انتر تروكانتريك لاين اهو زي ما احنا شايفين للانتيرور سيرفيس، الابر بارت بتاعته تطلع فيها فاستس لاتيراليز ماسل، اللور بارت بتاعته بتدي اوريجين للفاستس ميدياليس. يبقى هنا الابر بارت اوف ذا انتر تروكانتريك لاين والروت اوف ذا جريتر تروكانتر بتمسك فيها فاستس لاتيراليز ماسل، الخط ده بتاع الفاستس لاتيراليز، وهنا ده فاستس ايه ميدياليس ايه ماسل، والباقي ده ماسك فيه الكبسول اوف ذا جوينت اللي هو بيسموه الهيب جوينت. هنا الانتر تروكانتريك كريست المفروض هنا كان فيه كوادريت تيوبريكل بتمسك فيها كوادريتاس فيموريس، كان ده ليسر تروكانتر ماسك فيها الاليوسوس، وكان هنا خط ده مكان الاتاشمنت بتاع الكبسول بتاع الهيب جوينت من الباك. اما نيجي نمسك الجريتر تروكانتر اهو، ده اللي احنا ده الانتيرور سيرفيس، هنا دي اللي هي الجلوتياس مينيماس، المفروض هنا على الانتيرور سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر جلوتياس مينيماس، على اللاترال سيرفيس في الجلوتياس ميدياس. يبقى هنا ده الجلوتياس مينيماس على الانتيرور سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر، وعلى اللاترال سيرفيس في جلوتياس ميدياس، وعلى الابر بوردر في هنا ايه بايريفورمز. هنا على الميديال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر، على الميديال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر بيمسك هنا اهو اللي هي ايه اوبتريتور انترناس ماسل على الميديال سيرفيس، وفي التروكانتريك فصه جوه هنا بتمسك فيها الاوبتريتور اكسترناس ماسل. يعني على الميديال سيرفيس اوف ذا جريتر تروكانتر بيمسك اوبتريتور انترناس ماسل، وفي التروكانتريك فصه من الداخل تمسك الاوبتريتور اكسترناس ماسل. على الابر بوردر بتاع الجريتر تروكانتر في البيريفورمز، على الانتيرو سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر في الجلوتياس مينيماس، على اللاترال سيرفيس بتاع الجريتر تروكانتر في الجلوتياس ايه ميدياس. لما نيجي في الباك هنا، احنا اتفقنا ان هنا ده الجزء ده اسمه جلوتيال تيوبروستي. الجلوتيال تيوبروسي المفروض ده جريتر تروكانتر، ده ليسر تروكانتر، ده الانتر تروكانتر كريس، ده اسمه جلوتيال تيوبروسي. الجلوتيال تيوبروسي في الوسط بتاع جلوتيال تيوبروسي بيعمل انسيرشن بتاع الديب سيرفيس بتاع جلوتياس ايه الديب فورس بتاع جلوتياس ماكسيماس ماسل، يبقى ده جلوتياس ايه ماكسيماس. بعد كده على في عندي على اللاترال سايد في اتاشمنت بتاع ماسل اسمها فاستس لاتيراليز، وعلى الميديال سايد في اتاشمنت بتاع ماسل اسمها الدكتور ماجنس. يبقى لما يجي يقول لي ايه الثلاثه ماسلز اللي ماسكين في الجلوتيال تيوبروستي، اقول له في الوسط في جلوتياس
ماكسيموس، على الميديال سايد في الدكتور ماجنس، على اللاترال سايد في فاستس لاترالز. لما يقول لي ايه الجريتر تروكانتر، ايه الحاجات اللي ماسكه فيه، اقول له الابر بوردر في البيروفورمز، الانتيرو سيرفيس في جلوتياس مينيمس، اللاترال سيرفيس في جلوتياس ميدياس، الميديال سيرفيس في اوبتريتور انترنس، التروكانتريك فوسا بيمسك فيها اوبتريتور ايه اكسترنس ماسك.